يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم عن الحديث القدسي: فإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا الحديث. ذكر بعض أهل العلم أن هذا القرب حقيقي وأنه قريب بالذات، وليس هناك صارف يصرفه إلى أن يتحول إلى هذا القرب بالعلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من تقرب إلي، هل يذهب أنه يتقرب إلى الله تقرب حسي ولا معنوي؟ تقرب معنوي، تقرب إليه بالعبادة، تقرب معنوي. كذلك تقرب الله إليه إنما هو تقرب معنوي، أما الله فوق مخلوقاته وفوق عرشه سبحانه وتعالى. نعم.